رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ولا زلنا مستمرين اكيد في نشاطات مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا. هذه النشاطات المفرحه حقيقه اللي تخلينا كلنا فخورين بما يحدث في ليبيا من هذه الطاقه الغير عاديه من الشباب. نحن الان حنحكي على موضوع مهم جدا، وهي صيانه الطريق العامة في مدينة أجمين. اللجنة التسييرية بصراحة ساعت إنها هي لصيانة الطريق العامة، لكيف ما نعرف نحن كثرة الحفر اللي موجودات في الطريق تسبب في أزمات عديدة جدا، منها الحوادث اللي تسبب بطبيعة الحال في حالات تكون صعبة جدا، يعني هذه الحوادث خاصة في الطرق، معظم الطرق في ليبيا. ولكن حبوا هؤلاء الشباب إن هم يقاوموا أو يصينوا هذه الطرقات بهذه الطريقة. حنتابع مع بعضنا هذا المقطع الصغير اللي يختصر بصراحة هذه الحملة الغاية في الروعة كما أسلفت الذكر، وبعدين نرجع أكيد نستقبل أحد المشاركين في هذه الحملة. في إطار دعم البلدية ومواكبتها مشاكل مياه الأمطار والبنية التحتية، تقوم شركة مياه والصرف الصحي بتنظيف غرف تفتيش مياه الأمطار المتواجدة في الشوارع الرئيسية للتقليل من تجمع مياه الأمطار، بالإضافة إلى تكليف شركة لصيانة وترميم الحفر المتواجدة داخل الطرقات الرئيسية في مدينة أجمين. نحن الآن في الموقع، أحد المواقع طبعاً اللي هي تشتغل فيها الشركة المنفذة لصيانة وترقيع الطرق. طبعاً هذه الصيانة وهذه المجهودات أتت بعد شعور اللجنة التسييرية وشعور أهالي مدينة أجمين بالأضرار اللي لحقت بالبنية التحتية بخاصة بمدينة أجمين. طبعاً وفقاً للمتاح تعاقدت اللجنة التسييرية مع شركة منفذة قادرة على صيانة وترقيع الطرق المتهالكة داخل مدينة أجمين، وجاري الآن العمل في عملية طبعا قص الأجزاء المتهالكة والمتضررة نتيجة الأمطار ونتيجة السنوات الطويلة التي لم تخضع لعملية الصيانة. قص الطرق طبعا العمل الجاري اللي بتكون واللي متفق عليها اللي هي عبارة عن قص الطرق الأجزاء المتهالكة، من ثم اللي هي إزاحة أو إزالة الأجزاء المتهالكة، ثم بعد ذلك التجهيز لفرش طبقة الـ MCO اللي هي الخاصة بفرش طبقة الميستو بالطريق، ومن ثم طرح فرش طبقة الـ MCO، ومن ثم الإعداد للتجهيز لعملية فرش طبقة البوتيومين. هذا كل ما يتعلق بالبنية التحتية والأعمال الجارية الآن. نستقبل مع بعضنا على طول ناجي شارف، مهندس متعاون في اللجنة التسييرية في الجميل، وأيضا شارك في هذه الحملة. باشمهندس ناجي، لو نحن في البداية تحكينا على كيف وضعية الطريق الآن بعد الصيانة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم. عليكم السلام. أشكر قناة 218 وكل العاملين بها على إتاحة الفرصة، وذلك على حسن استقبالهم لي عبر خطوط الهاتف وتواصلهم معي عبر شبكة التواصل الاجتماعي. يشكرك أستاذ إبراهيم على هذه الاستضافة، وأتمنى أن تكون المعلومات الخفيفة تقدم على الأستاذ المشاهدين. ممتاز. بالنسبة للموضوع الصيانة الخاص بمدينة أجمين، طبعا مدينة أجمين مثلها مثل باقي المدن الليبية الأخرى الحقيقة تعاني من تدني في مستوى المرافق الخدمية، ومن بين تلك المرافق الخدمية التي تعاني منها المدينة البنية التحتية المتهالكة، والتي تأثر طبعا نتيجة لعدم الصيانة الدورية المتكررة، وأيضا نتيجة لتراكم مياه الأمطار بأغلب الطرق الرئيسية لشوارع المدينة، والأمر اللي يؤدي إلى تهالك وتقادم الطرق داخل المدينة وظهور العديد من الحفر للطرق الرئيسية المعبدة بالمدينة، وبالتالي صعوبة الحركة عليها من قبل مستخدمي الطريق وخاصة في فصل الشتاء. طبعا عندما شعرت اللجنة التشكيلية بخطورة الموقف من ناحية الطرق المتضررة داخل المدينة وكثرة الحوادث المؤلمة داخل المدينة وأعطال
كثير من المركبات الآلية الخاصة بالمواطنين نتيجة لسقوطهم في الحفر داخل المدينة. طبعا ونجم حد من هذه المعاناة داخل المدينة، قام رئيس اللجنة التسكينية المكلف بالمدينة بإعادة قسم المشروعات البلدية بالصورة القصوى بحفر كل تلك الحفر والأجزاء المتعلقة داخل المدينة. باشمهندس ناجي، سألتك على وضعية الطريق الآن بعد الصيانة، إنها جانب مهم جدا، خاصة كل الليبيين يطمنوا على هذه الطريق بعد الصيانة، خاصة أن كل فترة تتم فيها الصيانة للأسف الصيانة ما تكونش بطريقة ممتازة بحيث أنها تستمر لفترة طويلة. نعم طبعا العمل جاري للآن، لم يستكمل العمل لأن العمل ما زال مستمر طبعا في قصف الأجزاء المتضررة. الفكرة من عملية صيانة حبينا نحن تكون صيانة وفقا للمواصفات الفنية المعمول بها في الطرق، عملية قص ثم عملية إزالة الأجزاء المتضررة، ومن ثم دمج الأجزاء المتضررة بمادة الأساس الحبيبي وفرش رش البيتومين اللاصق ثم إضافة الخلطة الخلفية، وكذلك طبعا ترميم بعض المناطق اللي هي فيها يعني تبقى فيها تراكم فيها المياه نتيجه سقوط الامطار. طبعا بالتعاون مع شركه المياه والصرف الصحي حاولنا ان احنا يتم تغيير مسار المياه الراكده هذه الى اماكن اخرى بعيده عن شوارع المدينه، ولكن كل طبعا الاعمال طبعا تسير وفق المواصفات الفنيه وجاري العمل فيها لغايه هذه اللحظه. باشمهندس ناجي شارف، مهندس متعاون باللجنه التسييريه في مدينه تجميل، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وكل الشكر والتقدير على مجهوداتكم الرائعه، ونتمنى دائما التواصل في مثل هذه الاعمال المهمه التي تحتاجها ليبيا بكل تاكيد. لعل بدايتنا في هذه الحلقه حكينا على اهم النقاط، حكينا على النقاط الايجابيه الموجوده في ليبيا، ومن ثم في منتصف الحلقه حكينا على كيفيه التخلص من العامل او التفكير السلبي، وهذه النقطه المهمه. نعلم بان ليبيا تعيش ظروف صعبه جدا، المواطن الليبي في هذه الايام يعيش أسوأ ظروفه كيف ما نحن نعرفه، ولكن التفكير الايجابي، التفكير في قدراتك انت كانسان في تحقيق النجاحات، قدراتك انت في تحويل هذه كل هذا التفكير السلبي وكل الامور السلبيه الى امور ايجابيه وتكون في صالحك. تابعنا مع الدكتور عبد الله وحكى لنا على نقاط مهمه، لعل بدايه العلاج تكون بالكتابه كيف ما قال الدكتور، يعني كتابه كل الافكار السلبيه اللي دائما تراودك لعلها تكون امامك وتعرف انك انت تتخلص منها. ولكن في برنامج الصبح او في حلقه اليوم جبنا كل الاشياء الايجابيه اللي موجوده في ليبيا وشباب واعد وقادر على التغيير.